السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين. اليوم سنشتغل يا اصدقائي في شيء خطير جدا. نعم سنذهب يا رفاقي لمحطة نووية خطيرة جدا اللي كاين الشغلة فيها. ليستر اتصل بي للتو قال لي لا يجب علي تفويت هذا الامر، لان تلك المادة النووية سيتم يا رفاق اخذها من المنطقة اي للمنطقة بي. الشيء الذي سنفعله نحن هو اننا سنذهب وسنقوم بالاستولاء على تلك المادة النووية، لان ليستر يحتاجها لشيء ما. لماذا يحتاجها بالضبط؟ كل هذا والمزيد سنكشفه بعد لحظات. من ضروري الذهاب الان لمنطقة البقايا النووية لكي نستطيع الحصول على تلك المادة النووية الخطيرة جدا. الامر لن يكون سهلا بطبيعه الحال. وبعد مده وجيزه من سياقه ليست بالبعيده كثيرا، اعتقد بانني اقتربت من الوصول للمنطقه. نعم هناك، رايتم تلك الاشياء في تلك الضفه. سنحاول اختصار الطريق وسنمر. اين هو القطار؟ اني سمعت القطار. لست متاكد. ها هي المحطه النوويه، لقد وصلت لها. يجب علي الذهاب والتحدث مع احد الاشخاص، وذلك الشخص فإن سيخبرنا بالشيء الذي علينا فعله، لانني اول مره صراحه ساشتغل في هذا المكان. وبالفعل رايتم الدخان الاسود، يعني انه بداوا في حرق الماده النوويه. الشيء الذي علينا فعله هو جمع المادة وأخذها للمكان الذي يريدون منا أخذها له. صراحة الأمر فإن سيكون خطير جدا، ولمن يريد أن يتأكد بالفعل من أن هذه المنطقة هي المنطقة الخاصة. وإذا ركزتم جيدا على اللافتة، لوس سانتوس ديبارتمنت أوف جرين باور بالمر تايلر باور ستيشن، هي هذه الستيشن يا أصدقاء. ستيشن خطيرة جدا صراحة، هي لكي نكتشف العمال. العامل الذي أخبرني ليستر بأنه يجب عليه التحدث معه فإن سيكون على اليمين هنا. هناك عدد من العمال في تلك الضفة. حسنا نقوم بركن السيارة هنا، لأن الأمر خطير، لا يجب علينا الدخول بالسيارات. نركن السيارة هنا وبعدها سنذهب على رجلين لكي نتحدث مع العمال. هناك عامل كذلك يتحرك في تلك الضفة لكي نكتشف ما الذي يجب علينا فعله. أول شيء سنتحدث مع هذا العامل. السلام عليكم يا صديقي، كيف حالك؟ لقد جئت من أجل تلك المادة النووية. علي الذهاب والاتصال مع البوس. حسنا تحياتي لك يا صديقي. المهم الشيء الذي علينا فعله هو الذهاب والاتصال مع البوس. البوس فإنه متوقف هناك يتحدث مع ذلك الشخص، وبعدها فإننا سنقوم بأخذ المادة النووية وسنتحرك. المادة النووية ستكون خطيرة. السلام عليكم يا صديقي، كيف حالك؟ هذا هو البوس، تحياتي لك. أين هي المادة النووية؟ هناك في البارك. حسنا جيد. المهم اخبرني البوس بان الماده النوويه فانها موجوده في البارك. سنذهب الان للبارك يا اصدقائي الاوفياء على السريع، وسنقوم باخذ الماده النوويه للمنطقه بي. المنطقه بي فانها منطقه سريه بطبيعه الحال، قليل من الاشخاص هم الذين يعرفون ذلك المكان. اين هي الفان؟ لست متاكد، لان قال بان الماده النوويه قام بوضعها في الفان. اين هي؟ نعم هاي رايتم. اول مره سارى مثل هذه الفان في هذه اللعبه، لم يسبق لي ان رايتها. راقبوا، قالوا لنا دو نات تيل جيت ذيس فيكل الرير اند كلوجن ويل كوز ان نوكليير اكس. لا اصدق هذا، يعني بعد سياقتي هذه السياره اي شخص جاء بالخلف منا واصابنا فان الكارثه ستحدث وستنفجر هذه السياره. لوس سانتوس ان ساندي شورز. واو، سيتم تدمير لوس سانتوس وساندي شورز. لهذا السبب ليستر طلب منا يا اصدقاء المجيء الى هنا واخذها. ممكن ان ليستر يريد يعرف قتلنا، لكنني ساحتاج لملابس. حسنا انتظر وساسال هذا الشخص. السلام عليكم يا صديقي، اين في امكاني ارتداء الملابس لكي لا تصيبني الاشعه النوويه؟ فقط الدخول عبر هذا الباب. حسنا سندخل يا اصدقاء عبر هذا الباب وسنقوم بتغيير الملابس الان. غيرنا الملابس بنجاح وها نحن مستعدون. الشيء الذي سنتعامل معه الان فانه خطير جدا. لا تنسوا كذلك اذا عجبتكم حلقه اليوم ادعموا بالضغط على زر لايك وشر المقطع مع اصدقائكم، وكذلك اشتركوا اذا كنتم غريب المشتركين، ولا تنسوا يا رفاقي دعمنا بالنشر. سيارة خطيرة وممكن انها مدرعة كذلك. هي مدرعة شيئا ما فقط، لكن الامر خطير. هي بسرعة 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 بسرعة، لا يجب علينا فعل اي خطأ. اذا فعلت ولو غلط بسيط الشيء الذي سيحدث يا اصدقاء هو ان لوس سانتوس ستنفجر. شاهدوا الحارس، تحياتي لك يا صديقي الحارس، اعتني بنفسك. هناك سيارة يا اصدقاء هناك، الحمد لله. اتمنى صراحة ان يكون الاكسلريشن والاشياء كلها تشتغل. واو كيف هذا كيف هذا؟ لا استطيع يا اصدقاء، المكابح فانها لا تشتغل وبدانا في التحرك. مشكل. بسرعة بسرعة. واه ما الذي حدث يا رفاقي؟ للتو استيقظت، أين أنا؟ ما تفعل هذه الهليكوبتر؟ راقبوا الأجواء كيف أصبحت بسبب الأشعة النووية، رأيتم؟ وما هذا؟ الحمد لله على الأقل أنني بقيت على قيد الحياة. الحمد لله استطعت النهوض على رجلي. شاهدوا أصدقائي الهليكوبتر، شاهدوا تلك الشجرة قد سقطت. راقبوا، رأيتم سيارتي؟ رأيتم سيارتي أين وصلت بسبب ذلك الانفجار؟ هذه السيارة يا أصدقاء فيها شيء ما. ساعدني لكي أبقى على قيد الحياة، لأن السيارة فإنها لم تتأذى كثيرا. مقدمتها بالفعل إذا ركزتم جيدا لقد احترقت كلها. واو شاهدوا كيف أصبح المكان. هنا أخذنا السيارة، لقد تدمرت يا أصدقاء، الأشجار سقطت في هذه الضفة، الأحجار جاءت من أين جاءت لا أعرف. وشاهدوا الدماء، شاهدوا الدماء، دماء الناس الذين ماتوا. رأيتم الأرضية هنا أصبحت حمراء، عدد الدماء هائل
جدا في هذه الضفه. اغلب العمال لقد ماتوا يا اصدقائي. لا امر غير معقول. الحمد لله اني قمت بارشداء هذا الزواج. شاهدوا السياره كيف اصبحت، لقد احترقت نهائيا. هنا كان الانفجار، لست متاكد شيء الذي حدث. اخر شيء اتذكره هو اني ضربت في سياره هناك، وبعد الشيء الذي حدث يا رفاقي هو اننا طيرنا، وبعدها وقفنا في تلك الضفه. سياره اخرى لقد احترقت، الاحجار نزلت، القطار على الاقل لا زال يا رفاقي موجود. ممكن ان القطار في انه يدور لوحده، لا يوجد فيه لا سائق ولاهم يحزنون. لا امر غير معقول هذا يا رفاقي، امر غير معقول. من ضروري الذهاب والتحدث مع الاطباء يا اصدقائي لكي نكشف ما يمكننا فعله. بعد معاناه طويله وصلت. لا اصدق هذا، هل الانفجار نووي فعلها؟ المعلومات المكتوبه في تلك الفان فانها بالفعل حقيقيه. قالوا بان الدمار الشامل سيحل بلوس سانتوس وبالسان اندرياس، وبالفعل هذا ما حدث. المنطقة تحولت لصحراء. لقد قمنا بإبادة جميع المنازل الموجودة في هذه الضفة التي كانت قريبة من الانفجار، لكن البنايات هناك من الظاهر عليه أنها لم تتأثر كثيرا. وشاهدوا هذه المنطقة الجبلية التي تم إنشاؤها. هنا كان منزل فرانكلين. منزل فرانكلين الآن اختفى نهائيا، لم يعد يدار يا أصدقاء. لا، وأين هي الطرق وأين هي الشوارع؟ لا أصدق صراحة بأن هذا حدث. المهم من الضروري الذهاب والتحدث مع الدكتور، لأن الدكتور الأول سيكون موجود هنا، وبعدها سنحاول يا أصدقاء اكتشاف طريقة ما لكي نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أنا لازلت على قيد الحياة ببساطة لأنني أرتدي هذا الزي. عاد هذا ممكن أنني سأكون في عداد الموتى. لا لا أصدق هذا صراحة. رأيتم المدينة كيف أصبحت؟ شاهدوا هذه البنية، هذه البنية كانت طويلة جدا. راقبوا يا أصدقاء ما حدث، فإنه خطير ولا يصدق. لا أعتقد بأن الناس لقد نجوا، لا يمكن هذا صراحة. أو هناك شخص ما، انتظر قرب من هذه البنية هناك شخص ما. نعم هذا الشخص هو ساينتست على ما أعتقد، نزل على قيد الحياة. ممكن أنه أكل دواء ما أو لسم شاكل. أوه هو يرتدي الكمامة. نعم نعم، قرر حماية نفسه بالكمامة. حسنا يا صديقي، هي لكي نسأله. أوه هناك بعض من أصدقائي ساينتيست، فإنهم عالقون، العلماء عالقون، ويحتاج مني لكي أقوم بإعطائهم بعض من المعلومات. حسنا يا صديقي لا تقلق، فقط اعطيني الورقة الخاصة بالمعلومات. هنا هي الورقة. أوه هنا، نعم أخيرا رأيتها، هي حسنا هي لكي نصعد نقوم بأخذ ورقة المعلومات، وبعدها سنقوم بأخذها عند الساينتيست الآخرون في ساندي شورز، لأن مع الأسف لا يمكن التحرك. سنفعل هذا الأمر من أجله. وصلت للقرية، لكن كعادة القرية كما تشاهدون لقد أصبحت قاحلة جدا، عدد البنايات قليل، لكن هناك أناس لا زالوا على قيد الحياة، مثل هذا الشخص هو يقوم بإصلاح ذلك الجنريتر. يمكن أن يحاول تزويد الطاقة لهذه الساتلايت ديش لكي يستطيع الاتصال بالناس. هناك شخصان لا زال على قيد الحياة، لديهم كلب كذلك. أحسنتم، أولى الأشخاص بقوا على قيد الحياة رغم الكارثة النووية التي وقعت. لكن القرية إذا ركزتم جيدا أصبحت صحراء قاحلة بسبب الانفجار النووي الذي وقع. وبعد معاناة طويلة أخيرا وصلت لمكان هاهم، الدكاترة موجودون. سنقوم بإعطائهم المعلومات التي حصل عليها ذلك الشخص، لأن الاتصال انقطع بطبيعة الحال. أين هو البوس؟ هذا الشخص من الظاهر انه ليس هو البوس، توقع بان هذا هو البوس بما انه اسفل من الخيمة. السلام عليكم يا صديقي، لقد ارسلني ساينتست في المدينة. نعم بالفعل لقد اعطاني المعلومات، سازودك بها الان. انهينا عملنا، قمنا بتزويدهم بالمعلومات. الان لست متاكد شيء الذي سيفعله بالضبط، لكن اتوقع بانني ساذهب يا اصدقاء للمنزل لكي اكتشف الشيء الذي حدث. اين هي اماندا؟ اين هم الابناء؟ لتو تذكرتهم، من الضروري زياره المنزل. بعد معاناه طويله وصلت للمنزل. واو هل شاهدتم كيف اصبح المنزل؟ الكرسي هنا، الاعشاب بدات تنبت بسبب الاشعه النوويه. لا المنزل كله يا اصدقائي لقد تأثر كما تشاهدون، نبتت فيه الأعشاب، تيبل سقطت، كراسي، كذلك الحديقة هنا. رأيتم الحديقة كيف أصبحت؟ كأننا في غابة الأمازون يا رفاق، أمر غير معقول هذا. المدينة أصبحت صحراء، ومنزل مايكل أصبح غابة للأمازون. منطقيا منزل مايكل يجب عليه أن يختفي نهائيا من الوجود، لأن في الفوق منا فإن المنطقة مغمورة نهائيا. لكنني عانيت لكي أستطيع حفر الرمال وأصل المنزل، وفي الأسفل الأعشاب نبتت، لست متأكد كيف حدث هذا. كذلك غرفة النوم نبتت فيها الأعشاب. لا أنا حزين جدا صراحة من أجل مايكل، وأنا حزين من أجل جميع الناس الذين ماتوا بسبب هذه الكارثة التي وقعت وبسبب هذا الانفجار النووي. بالنسبة لي أنا سأكون أخيرا قد وصلت نهاية هذا المقطع، أتمنى أن أعجبكم. كذلك الحين أنا معكم ياسين، أستودعكم الله والذي لا تضيع ودائع، ولا تنسوا بأن السلامة وخير ختام.